السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب الجميع يكون دايما بخير. أنا بشكر كل الناس اللي تواصلوا معايا وكان طالبين مني إن أنا أنزل فيديوهات تانية جديدة عن تطورات زهراء المعادي، وقعدوا يبعتوا لي رسايل يقولوا لي طب هو مفيش تطورات جديدة ولا لأ؟ هو الفكرة والله إن كل يوم في تطورات جديدة، بس أنا انشغلت شويتين مع الطلاب بتوعي في كلية الهندسة في قسم العمارة، وكنت مركز الفترة اللي فاتت معاهم عشان خاطر الدراسة والامتحانات والكنترولات والجودة وغيره من الشغل ده. اهو النهاردة دلوقتي بإذن الله هصور حوالين محور حصفال الكفراوي بحيث نشوف التطورات اللي حصلت. أنا دلوقتي في ظهري الطريق الدائري، وعلى يميني نادي المعادي والقطامية، وهنبدأ نشوف التطورات اللي حصلت حوالين محور حصفال الكفراوي. برضو إن شاء الله قريب هسجل فيديو تاني عن المحور الجديد، لان لقيت في رسائل كتيره وناس كتير بتستفسر عن المحور الجديد اللي هو هيبقى من بيتشو وهيطلع لحد الهرم اكتوبر، هيربط بيتشو امريكان سيتي بمخر السيول، وهيطلع بقى عدي عند قطب الشمال ترى، هيحصل له احلال وتجديد او تبديل بقى بمعنى صح، وكده هيعبر النيل عشان هيمشي بقى وسط الزراعه الناحيه التانيه في محافظه الجيزه لحد ما يوصل للممر السياحي اللي هو يعتبر الحرم، عند الحرم بتاع الهرم، على اساس ان هو هيوصل بطريق الفيوم، وبعد كده هيوصل بقى هناك على اكتوبر ناحيه دريم بارك والمكان ده. فان شاء الله برضه هبقى اسجل فيديو تاني بخصوص الموضوع دهوت، لو الموضوع دوت يعني شاغل بال الناس اللي موجودين في زراعه المعادي. وبرضه شفت انا فيديو كان معمول تصوير جوي، كان معمول من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، برضه فيديو في غايه الاهميه، فان شاء الله برضه هبقى اسجله، هبقى استعين بيه وهتكلم عليه. وكان في برضو موضوع النفق، اللي هو النفق الجديد اللي اتطور اللي في نهاية شارع 50 اللي بيربط زهراء المعادي بالقاهرة الجديدة، النفق اللي هو بيبقى فوقيه طريق العين السخنة غردقة، برضو هناك الدنيا اختلفت تماما، وان شاء الله برضو كان في ناس طلبوا، فانا ان شاء الله هبقى نازل فيديو على اساس ان انا اشرح فكرة النفق ده هوت ومدى اهميته، ولما خلص الدنيا ازاي اتطورت وده ازاي اثر على زهراء المعادي. طيب خلينا دلوقتي في الفيديو اللي انا فيه، اللي انا بتكلم عن التطورات اللي حصلت في خلال الفتره اللي فاتت حوالين محور حصب الله الكفراوي في الجزء اللي هو موجود يمين وشمال الطريق الدائري. انا حاليا موجود يمين الطريق الدائري، موجود في المقطم، وهبدا الف بحيث ان انا اخش زراعة المعادي ونشوف اخر التطورات اللي حصلت في المكان ده. انا موجود دلوقتي جنب نادي المعادي، وعلى ايدي الشمال محور حصب الله الكفراوي. هبدا دلوقتي اتحرك وهنشوف مع بعض التطورات اللي حصلت في المكان اللي انا فيه ده هوت، اللي هو يعتبر يمين وشمال الجزء اللي هو خاص بمحور حصب الله الكفراوي، وانا موجود ناحيه المقطم. هلف كده وهكمل على طول لحد ما هنروح الناحيه الثانيه ناحيه زهراء المعادي. هنشوف كده هوت يمين وشمال المحور دوت اللي حصل. زي ما احنا شايفين الفتره اللي فاتت كان في شغل كبير ان هو في المكان ده اهو، على اساس ان يمين وشمال المحور بدأت عمل محلات كتيرة بالشكل ده هوت كمنطقة خدمية، وده هتلاقيه في معظم المشاريع اللي بتتم دلوقتي في مصر، لأن دايما أي محور بيطلع جديد وخصوصا حوالين الكباري بيبتدي يتعمل خدمات، كافيهات، محلات، مطاعم، بنزينات، زي اللي حصل في عيدنا الشمال ده. زي ما احنا شايفين دلوقتي عيدنا الشمال في بنزينة طلعت غاز، ماستر غاز، مجموعة محلات طلعت تانية بعدها بعد مستر جاز، كلها لسه ما اشتغلتش، هي خلاص خلصت كتشطيب خارجي، لكن لسه كداخلي لسه ما خلصتش. برضه انا بلف هشوف قد ايه ان في كافيتريات اشتغلت، في مطاعم اشتغلت، وفي كمان خدمات ليها علاقة بصيانة السيارات وغيره اشتغلت. كل عيدنا الشمال ده ما كانش موجود الفترة اللي فاتت، عملت الإنارة الموجودة دلوقتي بقت موجودة اهيت، بقت خدمات على أساس إن ممكن حد يوصل لها. هبدأ ألف دلوقتي تحت النفق كده كأن أنا جاي من مدينة نصر. هبدأ أخش شمال تاني، طبعا هنا برضو المكان اتغير شويتين، وهنبدأ نشوف التطورات الخاصة عندنا الشمال. هنا على جزء اللي عندنا الشمال يعتبر إلى حد كبير اشتغل، قليل منه ما اشتغلش، كتير محلات اشتغلت عبارة عن أرضي وأول، فيها قعدات، فيها مطاعم اهو بالشكل ده اهوت، فيها كافيهات، فيها برضو بنزينات، شيل اوت اهوت هيجي قدامنا. حاجات كتير اتعملت الفترة اللي فاتت في الجزء ده اهوت، وده اخر التطورات
اللي هو بتاريخ النهارده 26 مايو 2023. ادي شيل اوت اهي شغاله، وبنزينة الغاز اللي بعدها برضو شغاله، وزي ما شفنا مجموعه المطاعم اشتغلت، كافيتريات برضو اشتغلت على اساس ان هي تبقى متنزه واعداد للناس السكان الموجودين عندي ان هو في حي المقطم. طبعا الخدمات اهي موجوده برضو نشوفها، خاصه بالسيارات وصيانه السيارات وغيره. حاجات كتير ظهرت اهي واشتغلت، ودي نقطه ايجابيه. يعني فكره ان انا اعمر واعمل محور على اساس اعمل سيوله مروريه، وكمان اعمر حواليه واعمل خدمات للمكان، انا شايف دي يعني حاجه بترفع من قيمه المكان. فده يعتبر من ضمن الايجابيات، من رايي الشخصي من ضمن الايجابيات اللي حصلت في المكان. طبعا اللي يشوف المكان دوت من حوالي يمكن سنه وشوفه دلوقتي، لا الدنيا اختلفت خالص، خصوصا كمان بعد ما اتعمل محور حسب الله كفراغ ده، من ناحيه الصوره المروريه ومن ناحيه كمان قيمه المكان والخدمات الموجوده فيه وغيره. طبعا الدنيا اختلفت كتير 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 عن قبل كده. طيب هبدا دلوقتي هنلف اهوت وننزل كده تحتيه الطريق الدائري بالظبط، واتنقلت من المقطم لزهراء المعادي، من حي المقطم ليه طبعا زهراء المعادي. زهراء المعادي في جزء منها بيطبع حي المعادي وجزء بيطبع حي البساتين. اتمنى ان شاء الله في المستقبل يبقى زهراء المعادي يعني حي لوحده. كده نزلت اهوت على ايدي اليمين اشجار دارنا، وعلى ايدي الشمال معمار المشرقي. برضه مجموعه المحلات الموجوده على الشمال ديت كلها اشتغلت. محلات وخدمات وحاجات كتير حصلت تحت الكوبري وحوالين الكوبري ما كانتش شغاله الفتره اللي فاتت، زي ما احنا شايفين كده اهوت اهو بعضها اشتغل، ولسه في الباقي على وشك ان شاء الله ان هو يشتغل قريب. برضه لو انا كملت على طول هلاقي ان في اوبس اشتغل تحت محور حسب الله الكفراوي، وكتير محلات اللي هي اشتغلت اللي ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت. دي اخر التطورات. برضه ان هو في عندي جزء كبير اتعمل باركنج اهو تحت كوبري محور حسب الله الكفراوي، وانا شايف برضه ان دي حاجه كويسه. يعني كون ان انا استغل تحت الكوبري وابدا اعمل فيه خدمات للسكان الموجوده حواليه، زي فكره الباركنج، ركن عربيات، مسح عربيات، غسيل عربيات، وفي نفس الوقت بعمل مطاعم وكافيتريات وكافيهات، وفي نفس الوقت بعمل مراكز صيانه. فدي كلها حاجات ايجابيه، لان فعلا احنا في الفتره اللي فاتت كان دايما الكباري بتبقى تحتها مكان مهمش، يعني دايما كان بيبقى تحتها في زباله، دايما تحتها ما بيبقاش في اي استغلال. فشايف دي نقطه في منتهى الايجابيه. من حيث الايجابيات والسلبيات، لا ده انا شايف ان ده جزء فيه ايجابيات كبيره قوي، ان انا بعمر مكان من خلال المحور، وكمان ما تحت المحور ده او ما تحت الكوبري. فدي حاجه في غايه الاهميه برضو بنقصدها. يعني هبدا اكمل كده على طول. طبعا الطريق دوت يعني كان في فتره معينه رايح جاي، حاليا بقى هو رايح بس. اي حد جاي في السكه العكسيه ده كده بيبقى جاي مخالف. الطريق اللي جاي بيبقى موازي دوت اللي هو عند المودرن اكاديمي، بينه وبين بيني وبين الطريق اللي جاي العكسي هو جزيره على ايد الشمال دهيت اللي فيها باركنج وفيها حوطه بجرين وغيره. على ايد اليمين طبعا بيتشو امريكان سيتي المرحله الرابعه، وانا كده بقى في طريقي لبيتشو امريكان سيتي المرحله الاولى. طبعا الطريق دوت من ضمن الطرق اللي اتجددت، ده اللي بيبدا من هنا من عند الطريق الدائري وبينتهي للعاصمه الاداريه. كتير مننا ما يعرفش ان الطريق دوت وشارع 50 الاثنين بيتحدوا مع بعض بعد النفق، بيصبحوا الاثنين طريق واحد على اساس ان هو بياخدني بقى في جنوب القاهره الجديده وبينقلني للعاصمه الاداريه بشكل مباشر. طبعا المبنى اللي في وش دوت ده مجمع عيادات بس لسه ما اشتغلش، برضه هيفيد المكان قوي ان انا اعمل منشا عباره عن مجمع عيادات طبيه. كده على ايدي اليمين بيتشو امريكان سيتي المرحله الرابعه، وعلى ايدي الشمال مجمع المدارس زي ستارز وطيبه وغيره من المدارس الموجوده في المكان. طبعا دي كلها خدمات بترفع من شان المكان. يعني طبعا دي كلها بعد التجديدات وفكره السلام اللي اتعملت على ايد الشمال ديت في غايه الاهميه، مع ان هم عملوا السطح كله خرسانه، فخلت المكان في منتهى الروعه وفي منتهى النظافه. هبدا الف من هنا اهو، طبعا كل الكلام ده جديد. وانا كده اتنقلت اهوت لشارع السعاده او شارع بيتشو امريكان سيتي اللي هو بينقلني على بيتشو امريكان سيتي المرحله الاولى. كده انا هركن اهوت على جنب وهبدا اختم الفيديو.
شفنا دلوقتي من خلال الفيديو مجموعة التورات اللي حصلت من الطريق الدائري من ناحية المقطم لحد ما وصلت الناحية التانية من الطريق الدائري اللي هي زهراء المعادي، على اساس نشوف اخر التورات حوالين محمل حسب الله الكفراوي. ودي حاجة مهمة، لان انا الصراحة كل ما بعد عليه بلاقي جديد، فان شاء الله يعني دايما من جديد لجديد، واتمنى الله عز وجل يكون دايما اللي جاي يكون احسن. يعني لو في اي استفسار تقدر تبعت لي على اليوتيوب او على الاكونت بتاعي، وان شاء الله الفتره الجايه هحاول ان انا اعمل مجموعه فيديوهات من تخصصي. انا تخصصي العماره والتخطيط، فمن حيث تخصصي انا هقدر اتكلم تمام. فباذن الله ربنا قدرني هكمل محور جديد سواء ايجابيات او سلبيات، وهبدا كمان اتكلم على التطورات اللي حصلت باستعمال الفيديو اللي كان معمول من هيئه الانتاج والقوات المسلحه. شكرا ليكم، واشوفكم دايما على خير. دكتور كمال الجبلاوي.